بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله هنكود النهارده في داله الاد امبلوي، ولو الوقت اتسع هنخش في الابديت امبلوي ان شاء الله. بس هنضيف شويه حاجات بس قبل ما نبدا في الباك اند. هنا ممكن الزرار هنا مش واخد كلاس، فهنزود هنا كلاس وهنحط الاتش ريف كلاس. طبعا هيبقى بتون برايمري مثلا، وهنا ال href هيودينا على الهوم يو ار ال روت زي ما احنا متعودين. امبلوي كنترولر، والداله اسمها اندكس كنترولر، اندكس كنترولر اندكس، تمام، هي اندكس كنترولر. تمام، والسبميت ممكن نديله برضو كلاس بتون سكسس. تمام كده، حلو. زي ما عملنا هنا هيدر وعملنا له ريكوير وانس، طبعا لو تلاحظوا هنا الفوتر مشترك بين كل الصفح. يعني لو جبنا صفحة مثلا الهوم هنلاقي الفوتر ده برضو، ولو جبنا صفحة الاد هنلاقي الفوتر ده. طب ما تيجي كده نعمل كنترول اكس هنا ونعمل جوه الانكلود ملف الفوتر نفس الكلام برضو. اي حاجة مشتركة مفروض يتعمل لها ملف لوحده بعد، عشان ما يكونش فيه دبليكيت عندك في الكود. تمام. ونعمل هنا في الابديت require once، ممكن ناخد دي كده require once للفوتر. حلو، تمام. عايزين بقى في صفحة الاد هنا الفكرة تبقى ايه؟ عايزين كل امبلوي يضيف اسمه في الداتابيز، ولكن الاسم ما ينفعش يبقى متكرر خالص. يعني ايه؟ يعني كل امبلوي له اسم يونيك. طيب افرض مثلا لو في امبلوي دخل اسم مكرر، لا الكنترولر يقوم راجع تاني لصفحة الفيو ويعرض لليوزر ان الاسم ده مكرر، دخل اسم تاني. دي هتبقى الفكرة في الاد. خلينا بقى نفتح مثلا بي اتش بي واي ادمن هنا، وادي التيبل بتاعنا اللي احنا هننفذ عليه العمليات. طيب تيجي نغير التايتل ده بما انه مشترك، هيتغير في كل الصفح بدل ما هو منظره مريب كده. هيدر دي ممكن نعمل مثلا كراد بروجكت، هيتغير في كل الصفح. تمام، تعالى بقى في صفحة الاد نقفل كل ده. ونيجي هنا ونبعت البيانات على الامبلوي كنترولر. خلاص، انهي داله؟ الداله اللي اسمها اد امبلوي. حلو حلو. طيب مبعوته بايه؟ مبعوته بريكويست ميثود بوست. طيب ما تيجي هنا ونقول اف ان الريكويست ميثود بتاعنا ايكوال بوست. جميل. لازم قبل اي حاجة ما تتضاف في الداتابيز لازم نعمل لها فلتر. فلتر يعني ايه؟ يعني نتأكد مثلا ان اللي داخل ده سترينج بالذات او انتجر بالذات، على حسب ما احنا عايزين. هنعملها ازاي؟ والله هناخد متغير اسمه نيم مثلا، ونعمل فلتر انبوت، وهيكون من نوع بوست. واسمه ايه؟ يعني ايه اسمه ايه؟ يعني في صفحة الاد هنا النيم ده المفروض يبقى ايه؟ النيم
وليكن هنسميه يوزر نيم، تمام، ونحطه هنا على اساس ان هو داخل من بوست. يعني ايه؟ يعني لو تفتكروا من الاساسيات بتاعت ال بي اتش بي، بوست اوف يوزر نيم. طيب هنا انت عرفته انه بوست، وهنا انت عرفته انه اسمه يوزر نيم، هي نفسها كانك عملت دي. بس هنا الخطوه دي انت بتعمل فلتر، وبعد كده بتتاكد بقى من نوعه. مثلا فلتر سانيتايز سترينج، جميل. طيب في حاجه كويسه جدا ممكن تتعمل كمان، ان احنا نعمل هنا داله تريم. لو تفتكروا كنا عملناها في الفرونت كنترولر قبل كده. تريم يعني ايه تريم دي؟ هقول لكم. افرض اليوزر قام جاي هنا مثلا وقام عامل كده مسافه، وقام كاتب اسم وعامل مسافه وباعت، الداله دي بتشيل المسافات اللي فاضيه دي، تمام. تيجي نعمل داله في الموديل بتتاكد اذا كان اليوزر نيم ده موجود ولا لا، بما اننا قلنا ان لازم اليوزر نيم يبقى لكل امبلوي يونيك مش مكرر. طيب احنا دلوقتي هنستخدم الاوبجكت اللي اسمه امبلوي موديل، اللي هو ده بيربطنا بالامبلوي موديل، وهنعمل ايه؟ هنعمل داله وليكن اسمها از يوزر نيم duplicated، يعني هل اليوزر نيم ده مكرر ولا لا؟ سوري. وهندي لها اليوزر نيم ده او النيم ده اللي هو ده. duplicated. ونروح نعمل في الموديل ايز يوزر نيم duplicated دي. حلو حلو. ونيجي هنا ونعمل كويري بسيط، select all from employee where ان اليوزر نيم ولا النيم، النيم equal name. وتعال نبيض البرام. نيم، حط نيم، ونعمل اكسكيوت. طيب اف ان الرو كاونت اكبر من صفر، معنى كده ان في حاجه راجعه، معنى كده ان الاسم ده موجود اصلا في الداتا بيز، فهنريترن ترو. ايوه هو دوبليكيت، مش الداله بتسال از يوزر نيم دوبليكيت ريترن ترو. ايوه هو دوبليكيت، يبقى مش هينفع، والا هنريترن فولس. حلو حلو. طيب هنعمل هنا اف دوبليكيتد، يعني هو ايوه مكرر. هنعمل ايه؟ هنخزن في السيشن عندنا متغير اسمه ايرور، وهنقول انتر انذر يوزر نيم ذيس از دوبليكيتد مثلا، اي حاجه. ونعمل ايه؟ وهنروح هيدر لوكيشن، هنوديه على ايه؟ على صفحة الاد تاني. صفحة الاد بتتجاب منين؟ من هنا. بس المرة دي لما يجي ينادي عليها في اليو ار ال مش هتبقى معمولة بريكويست ميثود بوست، فنبعد الاف دي نعمل إلس ونحط فيها الراوت ده. ونادي على امبلوي كنترولر داله الاد امبلوي. حلو قوي. ونعمل اكزيت
ان هو ما ينفذش اي حاجة بعدها يعني. جميل كده. وتعالى هنا نخش على البوتستراب، بوتستراب alert، ونجيب alert وناخد مثلا اللي هو ايه الدينجر ده. ونحطه في صفحة الاد هنا. نجرب مثلا نحطه هنا، شوف المنظر تمام. ولكن هنحطه بشرط. هنحطه بشرط ايه؟ ايه الشرط اللي هنحطه بيه؟ هنحطه بيه اف از ست للسيشن اوف ايرور، ان في ايرور اصلا اللي احنا كنا عملناه هنا. فين اهو في الست للسيشن اوف ايرور، حضرتك هتحط لي الديف ده وجواه هتطبع لي السيشن اوف ايرور ده. جميل. وبعد ما تخلص سيادتك هتعمل ينون انسبت للسيشن اوف ايرور عشان ايه ما يتنفس غير مرة واحدة بس. او ممكن ندخل دي جوه هنا. حلو. وتعالى نجرب نضيف اسم مكرر. يعني اسم مكرر يعني عمر مثلا ده. تعال كده ناخده ونحطه ينون زي ما هو ونعمل سبميت. ما عملش حاجة. اذا في مشكلة في الهيدر. في هنا دبل كولون المفروض. طيب تعال كده نجرب نبعت الريكوست تاني اهو. بيقول لي انتر انذر ذيس از دوبليكيتد. جميل قوي قوي قوي. طيب افرض هو مش مكرر بقى، مدخل محمود مثلا، مدخل ابراهيم، مدخل احمد، ما هيدخله بقى في داتابيس. طيب تعالى بقى نقول له اف، او مش اف، نقول له مثلا ذيس امبلوي موديل اد نيو امبلوي. دي الداله بقى اللي ايه اللي هتدخل الاسم الجديد نيم. تعالى ناخدها كده اد نيو امبلوي ونيجي هنا بابليك فانكشن تاخد نيم ونعمل كويري ذس دي بي انسرت انتو امبلوي فاليوز الكولم اسمه نيم والفاليو مثلا نيم برضو كده. ونيجي هنا this db نعمل بايند للفاليو تبقى نيم. طلع نيم. نعمل this db execute ونقول له if ان ده execute تمام هن return true. حلو حلو. وإلا هن return false. جميل. طيب نيجي هنا ونحط ده في متغير، المتغير نسميه added مثلا اللي هو ايه الامبلوي added successfully. ونيجي هنا if added هنعمل ايه؟ هناخد ده كده اهو، هنسمي دي مثلا بدل ايرور خلينا نسميها مسج، ودي مسج برضو، او دي ايرور ودي مسج مش مشكلة عادي. مسج امبلوي هاز بين ادد سكسس فولي. وهنروح على ايه؟ على الاد، صفحة الاد عادي تمام. ونيجي هنا في صفحة الاد ونعمل دي تاني عادي بالظبط كده اهو، بس المرة دي هنا
دي هتبقى ايرور مسج، ودي هتبقى سكسس، هتبقى مسج، ودي هتبقى مسج. تمام. وتعال نجرب. بسم الله. ندخل هنا مثلا احمد، نعمل سبميت اتضاف. طب تيجي نشوف كده في الداتابيز، اتضاف الحمد لله. طيب انا نسيت اقول لكم حاجه مهمه جدا جدا واحنا بننشئ جدول الامبلوي ده في الاول، ايه هي؟ ان لازم الاي دي ده يبقى اوتو انكريمنت. لو مش عندك اوتو انكريمنت هيبقى عندك مشكله. علم على العلامه دي ودوس سيف كده. ان شاء الله المره الجايه بقى نعمل الابديت والديليت، وشكرا.